يعني فيها مجهود وصبر عالي جدا جدا. فانت بالنسبه لك تعالوا بالمره بقى طالما ب 75 عشان برضو تعرفوا ممكن تاخدوا حاجه بسيطه كده من الخيامية اهي، حاجات جميله اهي. جميله 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 والله يا عم هاني، ربنا يخليك يا استاذ يسري. يا رب. ورانا متحف مش كده ولا ايه؟ طبعا يا فندم. ورانا متحف كل قطعه من دول واخده لها 3 شهور شهرين يعني بالزبط. اقل حاجه شهرين 3 شغل. الزبون لما بيجي لك بتقعد تشرح له بقى ده ايه، ده نباتي وده طبعا عصافير وده طبعا الشغل بتاع زمان المختلف اللي هو دوت، ده الشغل بتاع زمان اللي احنا قدامنا ده اللي هو ده شغل زماني يا استاذ يسري. زي ما قلت لحضرتك، زي ما حضرتك بتقول ديت، ولكن احنا بدانا نطور في الديزاينات بتاعتنا. بدانا نعمل رومي وبدانا نعمل اسلامي وبدانا نعمل رومي اللي هو رومي ايه؟ اللي هو حضرتك اللي هو الستاره. لا الستاره ديت مثلا اللي هو ده شغل رومي اللي فيه مقص كتير، اللي هو على ارضيه كحلي اللي هو كبيره، ده رومي بالظبط اللي هي ديت اول واحده. اول واحده ديت شغل رومي عشان واخده وقت ومجهود عاليين قوي، واخده مني شهرين ونص شغل اهي يا جماعه. بصوا ده الرومي ديت حضرتك، ده الرومي بالظبط. بالظبط اللوتس ديت ما بتاخدش مني مجهود قد طبعا الرومي. انه اللوتس اول واحده دي ديت خلاص ايدك واخده عليه بالظبط حضرتك. بالظبط العصافير ديت بتاخد مني وقت ومجهود جامدين جدا، لاني بعد ما بخلص القماش كله بعمل خيوط يدويه على العصفور نفسه اللي هم ده بالظبط حضرتك. الخيوط اهي بالظبط كده. لا انا بقيت فاهم في الخياميه عشان بحبها. طبعا يا استاذ يسري، طبعا يا استاذ يسري. تمام. وعندنا طبعا اللوحات اللي انا بحبها جدا، الالوان اللي ورا دي الجباره الجميله دي، يعني انا عندي مقتني قطعتين من دول ما شاء الله. ويعني حدش جنبهم. لا دول تراث يا استاذ يسري بقى، دول تراث. قول لي بقى يعني فزبونك لانه مش فاهم قوي الخياميه، فانا يعني الحلقات اللي احنا بنعملها في باب رزق الحقيقه للحفاظ على فكره ان الناس تبقى فاهمه الخياميه وفاهمه القيمات. تمام يا فندم. قول لهم انت تحب تقول ايه. والله يعني اقول للناس يا جماعه فن الخياميه دوت فن اكتر من انه مهنه. يعني فن الخيامية دوت فن أكتر من إنه مهنة، ولازم كل بيت مصري يقتني على الأقل قطعة يحطها كتراث فني. صح. أوروبا بتفهم أكتر مننا، أوروبا بتجيلنا دلوقتي، الأوروبيين بيجولنا دلوقتي وفاهمين وعندهم ثقافة، لأن عندهم حاجة اسمها الباتش وورك والكويلتنج. بس ده مكن 90% مكن و10% هاند ميد. لكن احنا خياميه شغل يدوي 100% وبنبيع باسعار جميله جدا جدا، بحيث ان الزبون المصري يتقبل الفن دوت. يعني احنا عايزين الفن بتاعنا يبقى في كل بيت، فبنحاول نخلي اسعاره هاديه وجميله بحيث ان الدنيا كلها يبقى عندها حتى لو قطعه واحده، بس مش قطعه واحده عشان انا محتاجه ابيعها، قطعه واحده عشان التراث بتاعنا يعني ما ينتهيش. صح.